تكلمنا عن معاناتكم. والله معاناتنا هاي ان اربع ايامنا موجودين هنا. قالوا قمرق انشال عبرونه، اكو قمرق قمرقونه. بالحالتين ماكو لا مقمرقيننا ولا معبرينا. ايش قصاركم انتم؟ اربع يوم رابع عندنا هنا، لا اكل لا شرب، هاي قعدتنا. هذا المطر يعني انتم ما محملين مخضر، انواع فاكهه، حلويات، انواع تريلات، هاي قدامك سيارات موجوده. شوفوا لنا صوره حال، انتم قناه عريقه حلوه تنقل معات المواطن الطيبين من عندكم، تنقلون صوتنا للامه الدنيا كلها. ان شاء الله احنا جينا بخدمتكم ونوصل صوتكم عبر قناتنا الموصليه ان شاء الله. يعني من البارحه واليوم حرنا حتى بوتيتا كنني، وين تروح؟ اخوي صار لنا اربع ايام واقفين، قالوا القمرق اللغة. زين هسه احنا ما قاعد نفتهم، صار لنا اربع ايام، الزرع انتلف، الفاكهه انتلفت، حلويات، بضائع، هاي السيارات واصل السر البدريه. يعني حتى عابر 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 حتى الاكراد عابرهم. هاي ايش قصاكم؟ صار لنا اليوم الرابع هنا أنا واقفين هالمكان. زين لا هم مقمرقين وعابرين، فاتحين القمرق وعابرين. زين هو القمرق اللغة. القطع شنو؟ زين هذا القطع شنو السبب؟ أربعة أيام يعني من اللغة القمرق ليش ما يعبرونه؟ عمي صور صور نطالب من الحكومة لو تقمرقنا ونعبر، لو تقولون قمرق ماكو تعبرونا تخلون الكلمة نروح المحافظة. قالوا قمرق إن شاء الله لحد لا ماكو كل شيء، لا يعبر السيطرة نروح عليه يقول لي ما يجي لي نداء لا نمشيكم. حتى ما يخلوكم أبد أبد، روح لي يقول روح كل شيء ما نعرف، لي ما يجيكم نداء، صار لنا أربعة أيام بس القمرق مفتوح خلينا نروح على القمرق، ما مفتوح خلينا نروح. سووا لنا حال كل شيء ماكو أربعة محملين حلويات الله وكيلك، صار لنا أربعة أيام. كله مخضر حلويات ايش تريد بي الله محمد علي كل شيء بي.